السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم حبيباتي، مش حوالكم لاباس؟ من الكامل تكونوا بخير وعلى خير حبيباتي. كما قلت لكم، أول حاجة أنا نبدأ بيها في سلسلة حلويات العيد هي البقلاوة. دونك احنا في الدار نحبوا البقلاوة، وانا نحبها يا البنات تكون جوز برك، والله ما من اللوز وما نحبوش فيها. أول حاجة يا البنات، أنا راح ندير بلاطو صغير، هو 45 على 45، هكا حن البنات. انا كي شريت كميه تاع جوز حوالي 2 كيلو تاع جوز، صافي راح ندير بلاطو تاع 2 كيلو. ولهنا يا البنات، انا كيفاش نبسس البقلاوه تاعي؟ نخلطها زبده وسمن، كيله زبده 500 غرام زبده و500 غرام اسمن. الطريقه هذه طريقه ماما يا البنات، جربوها راح تدعي لي دعوه الخير ليا والوالدي ان شاء الله، سورتو ماما ادعيوا لها ان شاء الله بالشفاء. هذه الوصفه تاعها قلتي بديها لهم ان شاء الله في اليوتيوب، وخليهم يدعيوا لي. جربوا يا البنات البقلاوه بهذه الطريقه، ما باكوش حيتدموا عليها. راح نجيبوا كيله ماء ومزهر، وديروا فيها كيله تاع البسوس نتاعكم اللي هي الزبده والسمنه اللي خلطوها، وفيضوها شويه، صافي كيله وربع هكا حبيباتي. كيله ماء ومزهر وكيله بسوس فايضه شويه، حطي ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه وشويه تاع الملح، ملعقه صغيره خميره كيميائيه وشويه تاع الملح، صافي. لهنا هذه الخلطه هذه واش حاطين فيها؟ كيله ماء ومزهر، كيله ماء وخلطه ماء ومزهر، وكيله تاع بسوس وفايضه شويه وشويه ملح شويه خميره كيميائيه يا البنات. الله الله، ولميها بالفرينه هذه، ما تخليها تركح، ما تخليها ترتاح ليله كل، وراح تخدمي بها يا حبيبتي، راح تجيك هذاك التوريق، هذاك البسوس، هذاك الهشاشه، هذاك الشيء يهبل يهبل يهبل. وهذه يا البنات تقدري تستخدميها حتى في القري وش مقركشات. دوك لاباط اللي تبقى لي من البقلاوه راح نطيبها معاكم مقركشات ونعرفها لكم كيفاش تجي. اصلا هاد الوصفه هذه يا البنات قاعديها اغي، راح تجيكم روعه روعه روعه. ودوك دايوغ دعت لكم البقلاوه كشتوها في بدايه الفيديو كيفاه جاتني، روعه روعه يا البنات. ولهنا البقلاوه كي ديريها كيما هكا، خير ملي تمسي الفرينه وديريها لهنا تجيك زي الكاطو، وما تجيوش فيها الكعابر هذوك تاع البسوس اللي ما يتفتحوش، ولا راح تجيك روعه 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 هكا حبيباتي. جربوا الوصفه هذه ماكوش حيتندموا عليها. لهنا البنات شيحت بالفرينه، حتجيك شويه طريه، ما تشيحيهاش خلاص خلاص بزاف، تجي شويه طريه. دوك نبعث لكم لا تيكستور نتاعها، وشوفوا يا البنات ما تلصقش خلاص، ما تلصقش خلاص في البلون دو طرافاي، شفتوا بالطريقه هذه والو ما تلصقش. لهنا دوك نبعث لكم لا تيكستور نتاعها، لهنا ديريكتومون راح نلوزها، يعني كعبرها يا البنات، نقصها كعبرها. اشوفوا انا بدا راح ندير ربعه من الفوق وربعه من التحت يا البنات، لاني نسبه الجوز مانيش حابه نديرها عاليه بزاف، وهاد العجينه على بالي بلي تجيني مورقه. درت ربعه من التحت وربعه من الفوق هكا يا البنات. هاد البقلاوه درت فيها ربع طبقات من تحت وربع طبقات بالفوق. لهنا حبيبتي راح نلوزهم كما راكم تشوفوا، ونحطهم يرتاحوا شويه. هي تقدري ما تخليهاش ترتاحي، ما بزمان نروح نرحي الجوز تاعي ونوجد لافارس ونعاود نرجع لها حبيبتي. قاعدين تشوفوا لهنا، شوفوا شتو لي شوت هذوك، درت منهم وحده هكا حبيباتي. تما المهم هي تزويا ديري تمنك عابر، تمنك عابر باش ديري ربعه من الفوق وربعه من التحت، ولا تقدري ديري ربعه من التحت وثلاثه من الفوق، انا كملت ربعه ربعه. ولهنا حبيباتي دوك نروحو مع بعضنا نرحي كمية الجوز اللي عندي. لهنا قبل لا ترحي الجوز تاعك تقدري تفوتيه شوية على النار باش يولي كروسيون، ولازم كي تنقيه خلاص من لي شوت هذوك اللي فيه تاع التكسار تاع الدكداك تاع القشرة تاعو، باسكو راح يديروجيك بزاف البقلاوة تاعك. لهنا لازم كي تنقيه تخي بيان باش ترحيه، سواء أي مكسرات كاوكاو جوز لوز، المهم لازم كي تنقيهم. وهذه يا حبيبتي لهنا بيان سور راني قاعده ندير حتى جوز البقلاوه، درتها باسكو علاه ما عنديش انا اللي يدي يطيبها لي، قلت ما ديما ديما شيخي يقدر يروح يطيبها لي باسكو حداهم المخبزه وين يطيبوا، سي بور سا درتها لتما. اصلا دوك تشوفوا البلاطو كنت بهدرت، ما درتش بلاطو كبير يا البنات، جوست تاع 2 كيلو، والجوز هكا كون حيت منه حفينه هكا باش نديكوري به كاطو واحد اخر. شوفوا يا البنات انا كيفاش نقيس السمك تاعي تاع البقلاوه، نحط المكسرات تاعي ونكيلها، كي نلقاها هكا
حوالي 2 سنتيم مبا يعني 1 سنتيم اي دمي ولا برسك 2 سنتيم. انا حبس هذيك هي مكسرات ديك السكر اللي نحتاجو انا. ما تنساوش من بعد السكر راهو يزيد فيها، وزيد الطبقات اللي ديريهم تاع العجينه، زيد طلع لك البقلاوه. البقلاوه تاعي جات حوالي 3.2 ملم ولا 3.5 سنتيم، يعني مليحه. لهنا حبيباتي كيفاش راح تقيسي السكر تاعك؟ راح ديري 4 كيلات نتاع مكسرات، 4 كيلات نتاع مكسرات بكيلة نتاع سكر، 4 كيلات مكسرات مع كيلة سكر، هذا هو الكيل اللي نديرو انا. وبيان سور لهنا راح تمليه بشويه نتاع ماء ازهر. هذه الحشو بالنسبة للحشوية البنات أنا ما نحب نحط فيه والو والو، نحب نبلو غير من المظهر وخلاص. وكاين الطريقة اللي تخلي تاني الحشو تاعك بزاف بزاف يجي مليح وما يبش وما يحجر لكش السكر، اللي هي تاني هذه وصفة ماما يا البنات. تحط مغرفة نتاع سمن في الحشو نتاعها، تحط مغرفة نتاع سمن في هذاك الكاوكاو، راح يخلي كاين الناس اللي حجر لهم السكر وهكا يبقى كم داير. بصح كي تحطي ملعقة نتاع السمن عبالك بلي راح يقعد لك روعه روعه تجيك. لهنا حبيباتي شوفوا العجينه، شوفوا العجينه الله يبارك، شوفوا كيفاش تفتح اونديريت تفتح وحدها روعه 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 حبيباتي. هاكو غادي تشوفوا، شوفوا لهنا الطابله تاع جوستي تاع الكوزينه جاتني صغيره، وانا كي ندير الخبزه نديرها كبيره. المهم البلان دو ترافاي ولا غير يلعب دور كبير. اول حاجه حبيباتي لهنا درت هذه بنتي، شوفوا كيف قاعده تخلط معايا هبلتني تعرفوا. حكمت هذا هو البلاطو تاعي 45 ل 45، كنت واش درت دهنته الكاع نتاعو بالسمن هذاك والزبده، اللي بغا تسمى سمن وزبده، هذاك هو اللي نورق به بعدا. ونبدا نحط في الطبقات نتاعي. الطبقه الاولى يا البنات تدهني البلاطو وتحطيها، وبعدها تحكمي تدهنيها وتثقبيها بابره ولا كيردون، المهم تثقبي الطبقات نتاعك. لهنا حبيباتي قلت لكم نحي هذوك لي شوت باش ما يتوسخوليش يا البنات، لاني نحتاجهم، حبيت ندير بهم قركشات بعد زيتهم باش ما يبقاوش هكا يهزوا لي الغبره. ديما نقص هذاك الزايد على البلاطو بالمقص هكا حبيباتي. لهنا قلت لكم راح ندهن الطبقه الاولى بالسمن ونقبها يا البنات، نقبها كيما راكم تشوفوا، وبعدها نروح نفتح الطبقه الثانيه يا البنات. الطبقه الثانيه تاعي كذلك نفتحها رقيقه. دوك لازمني بعد هاد الحوايج اللي فوق الطابله باسكو يقلقوني، وبعدي شويه نحط ونفتح. لهنا لازم كي ديما تورقي بالنشا، النشا راه يخلي لك الحاجه تجي مورقه روعه روعه روعه. اتونسيون تتورقي بالفرينه، الفرينه راهي تنشف الحاجه وتجيك يابسه. راح نزيد نجيب البلاطو تاعي ونواسي هذيك الطبقه تاعي ونهزها ونخرج لي غاز هذوك اللي اللي من الداخل. واي بوله تما ولا هاكي بالكيردون راح تنحيها ديغازي هاك شغل تخرجي منها. بيان سور تاني قلت لكم اني كل ما نحط طبقه نحي هذوك لي كوتي نتاعها باش يبقاو لي انظاف ونقيين، نعجنهم ونكعبرهم ونحطهم في الشكاره. لهنا هاني استعمل كذا، استعمل في الكيردون يا حبيباتي، وبعدها نزيد ندهن الوجه نتاعي تاع الطبقه هذه بالخليط تاع السمن والزبده اللي ذوبته معاكم وبسست به. وهكا حبيباتي حتى نكمل الطبقات نتاعي كامل. لهنا الطبقه هذه الاخيره درت هادو 4 طبقات، هادو من تحت 4 طبقات. الطبقه هذه الرابعه يا البنات ما لازمش تدهنوها بسمن، ما تدهنيهاش بسمن. لهنا في الطبقه الرابعه راح نفرغ الخليط نتاعي اللي درتو نتاع المكسرات والسكر، ونضغط عليه تخيبيه، نضغط عليه كشغل نقرصو حبيباتي. وبعدها لهنا زدت حطيت فوقو الطبقه اللي من فوق ودهنتها وقبتها، ونزيد الطبقه الثانيه والثالثه والرابعه، وهكا حتى نخلص الطبقات نتاعي نتاع البقلاوة. بيان سور حبيباتي كل ما ندير طبقة ندهنها ونثقبها، كل ما ندير طبقة ندهنها ونثقبها حتى نكمل. لتحت قلت لكم درت 4 طبقات، الطبقة الرابعة ما ندهنهاش ونحط فيها لافاخس نتاعي يعني خليط الحشو هذاك، والطبقة الأخرى كذلك ما ندهنهاش لأني راح تكون هي وجهة نتاع البقلاوة تاعي باش نقدر نقصها.
لهنا حبيباتي كذلك هاكو غادي تشوفوا فيا راني نحي قفلي شوت ما نوصلش الفوق خلاص باش تبقى لي البقلاوه تاعي مليحه. حتى من بعد دوك نعطي لكم طريقه القص كيفاش نقصها. لهنا زدت دهنت الطبقه الثالثه بقات لي الطبقه الرابعه حبيباتي وخلاص. ولهنا كلو خلصت البقلاوه تاعي شفتوا كيف هذوك المبايل هذوك شو ديغازيهم. شوفوا الله يبارك هاد العباطيه البنات والله كون ديروها تدعيوني بدعاوي الخير. هي اللي جامي دارت البقلاوه تعلمي في بلاطو صغير حبيتي حتى تطيبيه في الفور انتاك طيبيه من تحت على درجه 180 درجه وبعدها كتشوفي لي كوت يبداو يحرقوا بداو يحمروا شعلي عليها من الفوق وساليني بخير. الا هنا حبيباتي اني خلصت الطبقه الاخيره تاعي راح نحكم العود وهاكو غادي تشوفوا في الطريقه اللي نحي بها لي كوتي تاعي. طريقه جد سهله وخدمه نظيفه وتجي تهبل. الا هنا حبيباتي على بالكم باللي كي جيت نقص غزمت ولات باللي مانيش قاعده نصور ولات مع البدايه بعد انا كيفاش نحكم العود تاعي من الشكل للشكل نقسم ندير علامه زائد هكا حبيباتي. لهنا شوفوا بعد باش تولات اني نعدت لكم بالعود كيفاش ندير نحكم نطراسي وبعدها باش نبدا نقص يا البنات ندير الزائد تاعي هذيك وبعدها نعاود نولي ندير الفي هذيك ولا الزائد المقلوبه وبعدها نعاود ندير نشكل الورده تاعي. مهم يا البنات الطريقه راهي جد واضحه امامكم. انا لهنا شوفوا يا البنات ما نستعمل مسطره ما نستعمل حتى حاجه نستعمل عيني ميزاني وبيان سور الدقه والشكل الهندسي تاعك. اول حاجه لازم كي تشكليها هي الورده تاع الوسط كي تشكلي الورده اللي في النص تولي تمشي عليها حبيبتي كي تشكلي الورده تاعك اللي في النص تمشي عليها. اول هنا الى خفتي تغلطي احكمي اطراسي بهذاك وكاين الفاتخ اليمونتير كاين فاتر اليمونتير جيبي مسطره ورسمي الورده تاعك وبعدها عاودي فوقها هكا كاين فاتر سبيسيال غذائي هكا تقدري ترسمي به فوق العجين فوق باكزومبل عجينه السكر ترسمي به عادي تقدري تاكليه. لهنا تقدري ترسمي به وتشكلي البقلاوه تاعك وبعدها حبيبتي تعاودي تطراسيها كامل بالموس. لهنا حبيبتي شكلت الورده تاعي في الاول دوك نكمل نقصها كامل ونعتها لكم كيفاه جات في الاخير ونعت لكم الساعه واش ديروا. كملوا حبيبتي دوك نعطيها لكم اللي هنا حبيباتي. بعد ما خلصت البقلاوه تاعي ورشقتها من الفوق باللوز راح كميه نتاع الدهان اللي عندي هذيك ندهن الوجه نتاعها من الفوق كامل باش يحمر لي وتبرق لي كيما راكم تشوفوا حبيباتي لازم نقيس كل الاطراف. وهذه هي يا البنات شوفوا كيفاه جات الله يبارك جات تهبل تهبل. قولوا لي في القصه تاعي واش رايكم فيها. البنات راني ما طراسي ما نحكم بالمسطره راني نقسم اسمع قلت لهم انايا شوفوا انا حياتي كل قاريه رياضيات وزدت كملت هندسه بدنيه تسمى ما عليش في الهندسه اني نقص من راسي هكاك شغل ما نقيس لا مسطره لا والو. قولوا لي في القصه تاعي واش انا مانيش مارفه يعني ندير بقلاوه بزاف بزاف حبيباتي يعني كي نحسب قداه خطره درتها في ملي بديت ندير واحد الحوالي واحد الخمس مرات هذه ماكسيموم. المهم حبيباتي اللي انا نقول لكم خليكم على خير وملاقات الخير ان شاء الله في فيديو اخر وقولوا لي في كومونتير كيف جات البقلاوه تاعي عجبتكم ولا لا ولا راح نجربوا لاباك هذه ثاني عاودوا رجعوا لي وقولوا لي. مع السلامه.